يعطيكم العافية. صراحة بلاش بشرح Structure Analysis 1. طبعا هذا الكتاب كتاب Structure Analysis بشكل عام، مثل ما بتعرفوا عنه بالمثال Structure 1 Structure 2. Structure 1 بتكون شاملة من Chapter 1 لChapter 9، Structure 2 من Chapter 10 لChapter 11. راح ينزل على اليوتيوب إن شاء الله يا سارة. الستركتشر بشكل عام تكلم عن إحنا نعمل تحليل إنشائي أي منشأ بالحياة. بيم، تراس، فريم، آرك، كابل، هذول الخمس منشآت عندنا بالحياة. أخذنا بالستاتيك البيم وأخذنا الفريم وأخذنا التراس. شابتر السبعة بالستاتيك كان محذوف فيه الكابل والآرك، ممكن يتاخذ بالستركتشر ممكن ينحذف حسب الدكتور اللي بيعطيه. فبالتالي احنا مبدئيا نعرفكم شو هم الشغلات اللي هنا. طبعا ستراكشر 1 اول شيء ماده الفيرست عاده تتكلم عن اول اربع شابترز او اول خمسه، بس الخامس مثل ما حكيت لكم اللي هو الكابل اند ارك ما بيعطوا، هذا ما بيعطوا دكتور قال لنا محذوف خمسه، هو بالعاده محذوف. تمام، عايش بمطارني كان يدخله مرات. فبالتالي مادة الفيرس راح تتحدث لنا عن أول أربعة شابتر. أول شابتر هو مقدمة وتعريفات. إحنا أصلاً هاي المقدمة والتعريفات مفروض إنه من بعد ما خدنا ستاتيك وسترينث ما في داعي إنه نرجع نشوفهم، بس راح نحكيهم. شابتر 2 بحكي لي عن الأناليسز أوف ستاتيكلي ديتيرمنت ستراكشر. كيف يعني؟ يعني عندك أنت beams او structure بشكل عام هم determined، مالهم determined، هذول determined مالهم يعني بتقدر تحلهم حسب القوانين اللي اخذتها بالستاتيك. فانت تعمل لهم analysis تحليل، يعني بدك تطلع الرياكشن، بدك تطلع المومنت، بدك تطلع اي شيء فيهم، بس تطلعهم تمسك هذا اللي انت طلعته تروح على ماده اسمها خرسانه مسلحه واحد RC1 او بس خرسانه مسلحه واحد. شو بتعمل؟ بتروح بتحط هذا المومنت وبتشوف قديش بدك سمك بيم، سمك سلاب، كم بدك حديد، فاي 12، فاي 20، والحديد هذا اللي بتشوفه دائما بالشوارع لما تبني العماره. فبالتالي هاي اهميه الستراكشر 1. بالستراكشر 2 كان احنا كان ستراكشر اناليسيز بشكل عام، بنمسك هذا المومنت بنوديه على ماده اسمها RC2 وبنكمل زي اللي اشتغلناه بالRC1. فبالتالي احنا التخصص كامل بيعتمد على الاربع مواد هذول ولا يغنينا عن السترينث. السترينث من اهم المواد، وين ما تمشي بماده بالخطه راح تسمع بكلمه مقاومه، راح تسمع بكلمه ديفليكشن. تمام، فهاي الشغلات السنترويد وما سنترويد بيعطيك اياهم جداول مشان تريح حالك من الاستاتيك، ما في داعي، او تكاملات ما ليش فيهم. هاي الشغلات بتفيدكم ماده السكند او ماده الميد، يعني بنص الميد اللي هي الديفليكشن. لو جاب لك بيم عباره عن كانتيليفر بيم على كونسنتريتد لود بتعرف قديش تطلع كم الدي ماكس، كم الثيتا، وكم الديفليكشن. هذا كله ان شاء الله بناخذه بعدين. هاي الجداول بتفيدكم جدا لقدام. يعني انا بتذكر دكتور ياسر مره باسئله بموضوع طريقه الديفليكشن اللي هو شابتر 9 او شابتر شابتر 9 او شابتر 8، كان في طريقه اسمها الكونجوجيت بيم، جاب لك بيم زي هيك قال لك وجد لي الديفليكشن، فاللي درس الكونجوجيت بيم بحله، بس لو اللي يرجع هذا الجدول برضه بحله وريح حاله طبق هون، بس طبق الاكس وطبق الال، الاكس هي الال فعليا، فما في داعي. فهذا الجدول اذا ان شاء الله كملنا الماده كامله مراجعات من شابتر 1 لشابتر 10 انه بشرح لكم كيف نستفيد منه ان شاء الله، يعني اذا كان معنا وقت. تعرفوا الصيف يضيق وما في وقت نشرحه كامل. فهي ماده ستراكشر اناليسيس مثل ما حكيت لكم التعريفات. نيجي احنا على شابتر 1. شابتر 1 بحكي لي عن كلاسيفيكيشن اوف ستراكشر. مثل ما نعرف انه عندي مثلا هذا رود قضيب، بربطه مثلا من هون بحبل وبربطه من هون من حبل، بقول لك الكروس سكشن له، يعني انا لو عملت له كات من هون ممكن اشوفه بدلاله دائره او بار مستطيل او انجل او شانل. الانجل والشانل بتاخذون ماده اسمها ستيل ان شاء الله، بتعرف كيف تصممهم كامله. يعني احنا ممكن الستراكشر يكون عندي ستيل، ممكن يكون عندي كونكريت. فعندي انواع البيمات اللي احنا ممكن تفيدنا بالحل. يعني ممكن تسمع بكلمه سمبلي سبورتد بيم، طيب هذا سمبلي سبورتد بيم بيكون مكون من بين ورولر او بين وبين، بس بالستراكشر 1 برسم لك اياه بين ورولر مشان ما تنعجبك بشغل الديتيرمنت وانديتيرمنت.
كنت ليفرد بيم يعني بكون عندي فيكست سبورت. فيكست سبورت بيم يعني في عندي فيكسين على الطرف، في عندي كونتينوس بيم يعني في عندي اكثر من بين. طبعا هاي الرسمه خطا، هاي الرسمه خطا. ليش؟ لانه عندي 3 رولر، احنا 3 رولر بيكون انستابل. لما تيجوا نتعلم بالانستابل فهاي لازم بين عدلوها من الكتاب، هاي الكتاب او غلطه بالكتاب، الكتاب مش دائما صحيح. فبالتالي هذا الكونتينوس بيم يعني بيكون عندي بيم مكون من اكثر من سبورت على نفس النوع، يعني بين رولر رولر رولر. ثاني شغلة بكون مكون أكثر من سبان. شو يعني سبان؟ هذا الإشي اسمه سبان، هذا الإشي سبان اللي هو الإشي مربوط بين تو سبورت، هاي سبان وهاي سبان. اللي عنده الدوسية بيكون اسمها ممبر، فممبر أو سبان ما بتفرق معك. تمام؟ ممبر أو سبان ما بتفرق معك، سبان هيك بتنكتب. تمام؟ أو member. والمكان السبورت بنسميه joint زي اللي أخذناه بالترس. فهون بقول لك لو أنا عندي cross section عملت قطع، بلاقي عندي shear، بلاقي عندي moment. المومنت اللي هو الكابل، المومنت اللي هو الواصل بين السهم وذيله. تمام؟ بعمل لي كابل. كمان cross section بفيدنا هذا مادة الستيل اللي هو الفلانج، الفلانج والويب. الويب هو الجزء هذا والفلانج الجزء هذا أو هذا. هذا اللي أخذ سترينغ في شابتر 5 كامل ودرسه بتذكر هذا الإشي يمكن بتتداول الموضوع. تمام. هذا الكولوم عندي أنواع عن الستركتر، عندي كولوم لحاله زي الكولوم الموجود عند البوابة الفرعية بالحجاوة، تلاقين عمود هذا العمود اللي ما لوش دخل بالحياة، هذا بيكون زي هيك، هذا بيسموه كولوم لحاله. أما الكولوم اللي بيجي بعمارة بيسموه بيم كولوم، لأنه هذا الكولوم راح أحطه أنا فوقي بيم، وهذا البيم راح يعمل لي مومنت على راس الكولوم من فوق ومن تحت. التراسز، هاي التراسز اللي هو الجسور نتعلمه في شابتر 3، والكيبل اند ارك اللي هو انه هذا الشيء المقعر. تمام. في عندي هذا الفريم، الفريم اللي هو بكون فعليا بيم وكولوم مع بعض، هذا كولوم وهذا بيم، هذا كولوم وهذا بيم. فأنا عندي الكولوم، عندي الفريم بشكل عام بتتركز بشو مربوط، شو أنواع الربط عنده. لما يكون كاتب لك ريجيد يعني هو عبارة عن فيكست، يعني أنا لو قطعت هون عملت له قطع راح ألاقي في عندي مومنت، راح ألاقي في عندي شير، راح ألاقي في عندي أكسيل. أما لو كان كاتب لي بن، بن تعني internal hinge، ما بيكون عليه مومنت، يعني هي بنسميها دائرة. نركز لما نعمل classification انتبه إنه الفريم مربوط فيكست أو بن، ريجيد أو هاي. فهاي انواع الستركتشر، هاي الجداول مشان تعرف اللود بتخدم بمواد لقدام، الليف لود والديد لود والسوالف طالما هاي. فهاي الشغلات كلياتها ما لها داعي تخطوها لقدام بالتفصيل. مثلا لو عندي انا هاي سلاب، هذا سقف مثلا، لو بدي اشرح لكم المبدا، هاي الشغلات مشان لقدام لما تدرسوها تحكوا انها انشرحت، انه شفتوها يعني بحياتكم. دائما يكون عندك سقف زي هيك، هذا سقف وهاي اعمده، هذا عمود 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 عمود. وقال لي مثلا بدي اشوف هذا العمود اللي بالسقف ممكن انه يخترق السقف ولا لا. كيف يعني يخترقه؟ يعني صار عندي شير فشل. فانا لما بدي اجي اصمم هذا الشير شو بعمل؟ باخذ دائما مساحه من الجهه اللي فوقه ومن الجهه اللي تحته، من اليمين ومن اليسار، يعني من البعدين الاكس والواي. فبالتالي باخذ مسافه من سنتر لسنتر، يعني هاي 22 شو سنترها؟ 11، يعني هاي 11 ومن الجهة الثانية 11، ومن الجهة هاي إذا كانت هاي 11 من هاي الجهة 11. نقطة التقاطع هون بالمربع الأزرق، هاي عبارة عن كم؟ هاي المسافة 11 وهاي 2 وهاي 22 وهاي 11، وهاي نفس ليش 11 22 11. فبالتالي هاي المساحة هي المساحة اللي بدي أصمم عليها effective area 22 في 22 484. ف بضربها باللود حسب الجداول بطلع قيمة اللود اللي على الكولوم اللي من خلاله بصمم الشير. إن شاء الله تاخذوه بالآر سي وبالكونستراكشن، مادة الكونستراكشن. هون أنت لو عندك بالحياة هذا السقف أو هاي العمارة، هاي مثلا هون ال شو اسمهم، شو بسموهم هذول، نسيتهم هذول، لونهم برتقالي أو بني، قرميدة، القرميد هون بتحط القرميد. فبالتالي هيك انت من الجاذبيه
فهون مثلا القرميدة، فهاي بتعمل لي لود للأعلى. مشان هيك إذا بتلاحظوا لو كان عندي هواء كثير 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 كثير، الهواء اللي هو الويند لود بسموه، بيأثر لي مثلا بشكل هيك على العمارة مثلا، ممكن القرميد يطير، ممكن القرميد يطير. وهي الظاهرة كثير لما حكوا مثلا القرميد طار، إذا القرميد يمكن ثبت، ممكن تلاقي الزينكو، خشب الزينكو تلاقيه طار، تسمعوا بكثير ظواهر زي هيك بسبب الويند لود. فهاي الرسمات بتبين لك كيف الأشياء بتصير، كله مش مهم، يعني بتاخذه عمليا هذا، انت ما بدك تاخذه حسابيا. فانت هيك لما تحلل اي ستراكشر بتلاقي عليه لودات. طيب نجي لشابتر 2. شابتر 2 بحكي لي انسز ستاتيكلي ديتيرمنت ستراكشر، الستراكشر اللي انا ديتيرمنت بقدر احله بالستاتيك. هسه قبل ما نبلش لازم تعرف شغله واحده، انه الستراكشر هذا بعرف احله بالستاتيك ولا ما بعرف احله بالستاتيك. فبسموه ديجري، بدي اوجد شغله اسمها ديجري اوف ديتيرمينيزم، مش ضروري الاملاء، ممكن في اي. فانا بدي اوجد هاي الديجري اوف ديتيرمينيزم. فقبل ما هاي بس هون بيقول لي انواع السبورت كونكشن، البن والرولر، وهذا واضح حكي كلها اخذناها بالستاتيك. هذا الرولر هيك بنشوفه على الواقع، هاي البن سبورت، هاي البن كونكتد، يعني انه لو عندي هذا كولوم، هذا كولوم وهذا بيم، فلما بدي اوصلهم ببعض بوصلهم بين كونكتد او ريجيد كونكتد اللي هو فيكست. يعني هاي انترنال هنج، هاي انترنال هنج. فانا هسه بدي اوجد ديجري اوف ديتيرمنسي. فانا هاي الجدول هذا كثير اخذناه بكثير مواد، نعرف الرولر كيف شكله، البن كيف شكله، الكيبل، الكولر، سواء الفيكس سبورت، حكينا مش لازم ينشرح، حرام ينشرح. طيب كثير طلبوا مني اشرح موضوع السلابات السكف، اشرح لك موضوع بسيط، معناه بتاخذه بالكونستراكشن بشكل كامل. هون بحكي لك لو عندي نظام، هذا مش عماره، هذا بسموه تيمبر. التيمبر بكون مكون من جويست ومن كولوم او بوست او من سلاب اللي هو بلانك، بكون هيك اسميهم، تاخذون كله بالكونستراكشن. بحكي لك انا ممكن اصمم بالعاده السقف على نوعين، نوع بسموه هسه السقف اللي هو السلاب. هسه السلاب ممكن يكون one way، ممكن يكون two way. هسه كلمة one way و two way، هسه اللي راح اشرح لكم construction راح يضحك عليك ويقول لك انه ال one way يعني انه ال long على ال شورت أكبر من اثنين، والال لونج على هذا ايش بيعطيني 1 واي، وراح يضحك عليك ويقول لك اللونج على ال شورت اقل او تساوي 2، يقول لك 2 واي. هذا بيضحك عليك ويقول لك انت اعمل زي هيك. هذا الحكي خطا، بس هو فعليا ممكن صحيح بس لحد ما خطا. دائما تعرف شغله واحده، الون واي سلاب يعني البيمات كلها باتجاه واحد. يعني طلع هون البيم بمثله بترس، طلع كيف شكله؟ اتجاه واحد كلهم، اتجاه الاكس مثلا، كله باتجاه الاكس، فبالتالي هاي one way slab. لو كان في عندك بيمات زي هيك بسموه two way slab. شو بفرق ال one way slab عن two way slab؟ كل بساطة ال one way slab اللود بيجي باتجاه القصير. كيف يعني باتجاه قصير؟ أنا في عندي طول طويل وعندي طول قصير، فانا لما احط البيمات بحطهم باتجاه القصير بالعاده، لانه هو اللي بيتحمل لود، وبحط عليهم لود. فانا لما بدي اصمم هذا البيم لحاله كيف بدي اصممه في حاله الون واي؟ بكل بساطه بكون معطيك الدبليو للسلاب، بتكون وحدتها مثلا باوند لكل فيت تربيع او كيلو نيوتن لكل متر تربيع، يعني مربع مش عادي زي ما احنا متعلمينها باللود المستطيل او المثلث. فشو بتعمل انت؟ بتضربها بمسافه. شو المسافه؟ مثلا بدي اصمم البيم هذا اللي بالنص، كيف بصممه؟ باخذ المسافه مثل ما حكينا قبل شوي من سنتر لسنتر، باخذ من سنتر السلابي هاي نصها، مش عارف كيف اوصل، هاي السلابي من نصها هسه، هاي بانل، باخذ من نصها نص المسافه
ومن الجهة الثانية كمان نفس المسافة، فكلياتهم فعليا وأنا بحطهم بالعادة نفس المسافات متساوية، فبعد ذلك أنا أخذ الطول واحد، فبضرب هذا الطول بالوزن بيعطيني اللود على البيم. كيف يعني اللود على البيم؟ اللون اللي باللون الأحمر باجي بمسكه زي هيك بحطه بين الرولر مثلا حسب ايش عندي الاتصال، وايش بحط؟ بحط اللود، بحط اللود. هذا اللود بيكون عبارة عن W سلاب ضرب مثلا الويث، انا على قديش موصل المسافات بين البيمات، وطوله هو الطول اللي باللون الاحمر اللي هو الشورت. هذا الحكي ان شاء الله بتاخذوه كلياته في الكونستراكشن. هسه في حاله الون واي هيك حكينا، في حاله التو واي لا، في حاله التو واي بحكي لك فرضا هاي تو واي سلاب لان كلها مصبوب بصب تو واي سلاب، يعني انه ممكن هون مشروعها ون واي، هاي ون واي، هاي ون واي، بنرجع تو واي، هاي تو واي مثلا، لا هاي برضه ون واي، هاي تو واي مثلا، هاي تو واي سلاب. فبحكي لك التو واي سلاب انه اللود ما بيكون عندي لود مستطيل زي ما حكيت قبل شوي، لا بحكي لك انه اللود بيكون عباره عن شبه منحرف وعباره عن مثلث. كيف يعني شبه منحرف ومثلث؟ كل بساطه، او متى بحط شبه المنحرف ومتى بحط المثلث؟ بس قبل شوي لما حكيت لكم ال لونج على ال شورت اقل او يساوي 2، بس قلنا هاي تو واي سلاب. بس اذا كانت بتساوي 2 يعني انه ال لونج بيساوي ال شورت، يعني اذا هاي 10 هاي 10، فبالتالي كل الاحمال بتوزع على البيمات الاربعه. طبعا كيف ليش بيمات اربعه راح تحكي لي؟ بقول لكم باتجاهين، فنقطه التقاطع مربع واحد عباره عن اربع بيمات، في الاربع بيمات راح يجوا عليهم كلهم لودات مثلثه بنفس الطول او بنفس القيمه. طب لو كان واحد 10 وواحد كان 11، ال 11 باخذ شبه منحرف وال 10 بتاخذ مثلث. طبعا لما احلل هاي المثلث عندي وراح بطبق عليه قوانين الاستاتيك وبحل. أيوة لو كانت عندي هاي 10 وهاي 15، ال 15 بتاخذ شبه منحرف وال 10 بتاخذ مثلث. فهذا البيم AC اللي هو البيم القصير اخذ مثلث، والبيم الطويل اخذ شبه منحرف بهاي الاشاره، فهذا بالعاده بعمل له تركيز وبوجد المومنت. وهاي كانت امثله على هذا الحكي، هاي مثلا تو واي سلاب بحله وبمشي. فما في داعي نتوسع فيه، ولو اجى منه اسئله ما راح يجي اسئله من خارج الكتاب، فانت معك الكتاب ومعك المانيوال، بتروح على المانيوال على الكتاب وبتجيبهم. يعني هيهم فرضا جاب لك هذا السؤال وانت من مره بتعرف شيء بالماده، بكل بساطه بتاخذ البروسيجر من المانيوال وبتمشي، بس غالبا ولا عمره اجى، ولا عمره اجى. بس نرجع لموضوع الديترمنسي، موضوع الديترمنسي، موضوع السوبر بوزيشن نشرحه بعدين شابتر 4. هسه موضوع الايكويشن اوف اكويليبريم، معادلات الاتزان. معادلات الاتزان كالعاده هي مجموع اف اكس يساوي 0، مجموع اف واي يساوي 0، مجموع المومنت عند سبورت بتساوي 0. فانا بدي اوجد هاي الثلاث معادلات، بوجدهم على اي منبر عندي او اي سبان عندي، لا اي ستراكشر عندي، مش اي سبان عندي ولا اي منبر عندي. هون بقول الانترنال فورس بناخذ بشابتر 4 اللي هو نفسه شابتر 7 ستاتيك، فما في داعي نشرحه هسه. نيجي للسكشن الرابع اللي هو الديترمنسي اند ستابيليتي. هذا الموضوع مهم جدا جدا، هذا الموضوع بالستراكشر 1 لازم اتمكن منه مشان اعرف احل اي سؤال بفيها. لانه افرض انت جاب لك سؤال، بتذكر لما انا اخذت الماده عند دكتور هاشم كان يقول لي ممكن اجي اجيب لك بيم زي هيك مثلا، جيب لك عادي continuous beam، continuous beam، واجي اقول لك حله. هسه كان دائما اول خطوه بيطلب مني اوجد الديجري اوف ديترمينسي، تمام. هسه كان يحكي لي بيطلع معاه ديترمنت ديترمينيت، قول لي كمل. واللي كان يطلع معاه انديترمنت كان يقول له وقف، خذ العلامه كامله، كان يقول له زي هيك. طبعا ولا عمره صارت، يعني مش راح اجيب لك سؤال ستراكشر 1 ستراكشر 2 بالستراكشر 1، بس كان الفكره مشان يوصل لك انه لو حكى لك كمل كمل، يعني اقعد على الامتحان ساعه وما راح تخلص وبتجيب صفر، او اقول لك وقف وخذ العلامه كامله، يعني انت اخذت العلامه كامله. مهم جدا قبل ما تحل السؤال تشوفوا شو درجة الديترمنسي تبعه، تكون هي ديترمنت ولا انديترمنت. ديترمنت تعرف تحله بالستاتيك، انديترمنت ما بتعرف تحله بالستاتيك. ستاتيك يعني ستراكشر 1، ما في فرق بينهم.
نقطة التحول بالأشياء اللي راح تأخذها بالعلم بالهندسة المدنية structure 2 وطلع، مش structure 1. structure 1 لسه بكون مواد الابتدائية. طيب كيف بدنا نوجد a degree of determinacy؟ يحكي لي إذا كانت عندي بشكل عام نيجي إحنا نفهمها فيها، مش حفظ زي الكتاب أو أي مكان مصدر خارجي. إذا كانت عدد المجاهيل يساوي عدد معادلات الاتزان، معناها هذا إيش؟ determinant. تمام؟ عدد المجاهيل مش دائما طبعا، خلاص تعرفوا عدد المجاهيل أقل من عدد المعادلات غير ثابت، يعني unstable. عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات indeterminate، برضو مش دائما. دورة تحكي لي كيف مش دائما، هس بقول لك شو يعني مش دائما. فهاي الملاحظة بدنا طل ببالنا، بدنا طل ببالنا. طيب راح تحكي لي شو هم عدد المجاهيل؟ لهم عدد الرياكشن والقوة الداخلية. طيب شو هم معادلات الاتزان؟ سهلين، سيجما اف اكس تساوي زيرو، سيجما اف واي تساوي زيرو، سيجما مومنت تساوي زيرو. وإذا عندي internal hinge نحسب حسابه يعني منفك ونرجع نعد المجاهيل، نفصل ونعد المجاهيل. تمام، هذول الأربعة. هسا بالكتاب بدي أشرح لكم طريقة الكتاب، طبعا ما راح أشرح الطريقة الموجودة في بداية الدوسية. طريقة الكتاب بيقول لي القوة الرياكشن اللي هم الأنون وأي قوة ثانية، بيقول لي هاي بسميها R، والمعادلات والقطع ان اللي هي عدد القطع، عدد القطع مال هاي بسميها ان. فبالتالي ثلاث ان هي عباره عن عدد المعادلات اللي هي انا ايش بمسك هاي، انا ارسمها بالاحمر، هاي وهاي هم اللي بقارنهم هون. طب راح تحكي لي ليش ثلاث بالذات، ليش ثلاث؟ بكل بساطة بحكي لك لأنه معادلات الاتزان هم ثلاث، فبالتالي هذولا بدي أقارنهم ببعض. طيب شو الآر؟ بدنا نيجي على أمثلة كثير من الكتاب، مروا على الكتاب ونشوف شو عندنا أمثلة بكل مكان. بقدر أرسم لكم أنا من عندي أمثلة، بس خلينا نجي مع الكتاب. هذا مثال، مثال بسيط جدا. هذا إيش؟ أوفر هانكينج بيم. لو ترجع تشابتر 1 تلاقيه موجود، بس لو ترجع لقدام تاخذ اوفر هانجنج بيم. شو يعني اوفر هانجنج بيم؟ يعني بكل بساطه في عندي انا بن ورولر وبعدها كانتيليفر. كانتيليفر يعني برندا، بلكون. هاي بالحياه العمليه تكون بلكون عندك بالدار، هاي الجهه اللي من الرولر واليمين هي بلكونه. هذا البيم بكل بساطه بدك توجد الار. الار ايش هم؟ هم عدد المجاهيل حكينا. طب شو عندي مجاهيل عندي انا؟ عند الرياكشن هذا عليه واي عليه اكس، وهذا عليه واي. عدد القطع هسه بقول لك كيف. تمام، هسه هذا البيم عندي اياه قطعه واحده. كيف يعني قطعه واحده؟ يعني انا ما عندي انترنال هنج هون مثلا تخلي البيم ينفصل لليسار وينفصل لليمين. لو عندي انترنال هنج بالتالي بكون عدد القطع هي الانترنال هنج زائد واحد، غالبا مش دائما، لانه هسه بس نيجي لاسئله السنوات ما راح تكون دائما. هاي بالعاده على المنطق، على المنطق. فبالتالي ما عندي انترنال هنج، ما عندي internal hinge، فبالتالي هون ال R خلينا نكتب ال R تساوي 3 اللي هم عدد الرياكشن، وال N تساوي 1. فبالتالي R تساوي 3N، يعني R تساوي 3 ضرب 3 أو 3 ضرب 1 أو R تساوي 3 قلنا و 3N تساوي 3، فبالتالي stable أو determined. طيب الستيبل قلت لك انا مش دائما ممكن يكون ستيبل، طب اي ناحيه ممكن يكون في ديتيرمنت بس انستيبل؟ طبعا ما بنقدر نحكي انستيبل ديتيرمنت، لا انستيبل خلص بوقف، ما بتحكي لا ديتيرمنت ولا انديتيرمنت. انستيبل يعني ممنوع يكون بالحياه شيء انستيبل. تخيل عماره تبعتك بتمشي قاعده، شو عماره بتمشي؟
مش منطق. فبالتالي انا ما عندي لازم يكون عندي مصطلح unstable. طيب كيف انا بدي اعرف اذا unstable ولا لا؟ كل بساطه unstable يعني انا ما بدي الاشي يتحرك. كيف يعني؟ يعني انا بقول لك يا شطور امسح لي اللي على الاكس هون. هذا لو رحت مسكت وجبت لود زي هيك مش بده يكفش لليمين، ما عندي رياكشن لليسار بيمنعه. الرياكشن من الليستات كنا نحكي هو اللي بيمنع الحركه عن مكان. فبالتالي لو انا دفشته بلود لليسار او لليمين شو بصير؟ بتحرك، فهذا بصير انستيبل. فشو بستنتج من هاي الملاحظه؟ بستنتج من هاي الملاحظه اذا كان جميع الرياكشن متوازيات، يعني ما عندي ولا شيء بمايل ولا شيء يمين ولا يسار، شو بقول لك؟ بكون unstable. طيب اذا كان جميع الرياكشن بيلتقوا بنقطه واحده بكون unstable. طيب راح تحكي لي ليش؟ انا ضغطت هون، بس احكي لي ليش؟ اقول لك بكل بساطه لو عندي بيم انا زي هيك الرسم المشهور، عندي هنا سبورت مائل هذا ماشي اتجاه مائل، انا هاي مائل بنفس الزاوية، عندي هون سبورت رولر طبعا بحكي لك هذا الرياكشن تبعه هيك وهذا الرياكشن تبعه هيك وهذا الرياكشن تبعه هيك. لاحظ انهم بلتقوا بالنقطة هاي، هاي النقطة بلتقوا يلتقوا هون. طيب لما يلتقوا هون شو معنى هالحكي؟ معنى هالحكي لو انت كنت شاطر دفشته هذا لهيك بالاتجاه هذا راح يلف معك كامل، راح يلف معك يعني راح يصير دوران، راح يصير مومنت. ما بدي مومنت، لازم يكون مومنت صفر. هون المومنت مستحيل يصير صفر. بالتالي اذا الرياكشن التقوا بنقطه او كانوا متوازيات فبالتالي ان ستيبل. فبننتبه دائما نشوف اذا ان ستيبل. والحاله الثالثه انه عدد المجاهيل اقل من عدد المعادلات. بس يلا نيجي، هذا طلعناه determinant stable. الثاني في ثانية يمين وإشي لا، هذا شو قال لك؟ fixed roller. يلا ارسم لي الرياكشن عليه، في عليه reaction moment reaction. كم reaction هذول؟ كم ال r؟ خمسة. r يساوي بتعد معك moment زائد واحد زائد واحد زائد واحد ويساوي خمسة. والان كم قطاع عندي هون؟ في عندي انترنال هنج؟ لا انترنال هنج ما في. فبالتالي 3n تساوي 3 r اكبر من 3n. فبالتالي indeterminate. طبعا indeterminate لاي درجه؟ راح يصير يسالك بكل بساطه تطرح القيمه اللي طلعت معك. كم طلعت معي انا؟ 3n بتساوي 3 قلنا، والr 5 بتحكي 5 ناقص 3 او يعني r ناقص 3n. هاي شو بسموها؟ الديجري اوف ديتيرمنسي، هاي اللي بدور عليها. فبالتالي 5 ناقص 3 يساوي 2، فبالتالي بسموها سكند اوردر. فهذا البيم انديتيرمنت للسكند اوردر. لو كان ديتيرمنت بيكون زيرو اوردر ديتيرمنت، اقل من زيرو اوردر بكون انستابل، اكبر من هيك بصير فيرست سكند ثيرد فور فايف سكس سفن ايت وهكذا للنهايه. طيب نيجي للشكل اللي بعده. هذا البيم في عليه كم رياكشن؟ في عليه رياكشن، في عليه اثنين، في عليه هذا رولر، الرولر عجاله هيك، في عليه مومنت. طبعا راح تحكي لي وين اجى المومنت هسه؟ بقول لك ما اجى المومنت. هذا بسموه بيكون زي هيك جاي، بسموه فيكست رولر. فيكست رولر يعني ما بلف بس بتحرك لفوق وتحت. فيكست رولر يعني ما بلف بس بتحرك لفوق وتحت. فبالتالي عليه هذا فور رياكشن. بس بدك تنتبه رح تحكي لي في بالنص نقطه، هاي النقطه انترنال هنج. بلش الانترنال هنج لها وظيفه. الانترنال هنج هي النقطه اللي بيكون عليها زيرو مومنت. زيرو مومنت يعني مباشره اول ما تشوف انترنال هنج راح تحكي لي زيرو. طيب شو يعني زيرو؟ يعني بكل بساطه بقدر افصل البيم واسهل على حالي الحل. كيف بفصل هالبيم؟ يعني تمسك هاي هيك، تمسك هاي هيك، ترسم الرياكشن. في عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك وهيك
عندك هاي هيك وعندك المومنت هيك. فبالتالي هسه هذول نفس هذول يعني ما بعدهم لان بعدهم مره واحده. فبالتالي عدد الرياكشن اللي هو ار يساوي عندي المومنت واللود الافقي زائد الاثنين من الهنج زائد اثنين من الجهه الثانيه بيساوي 6. طيب الان عندي هون كم قطعه صار؟ لاحظ عندك قطعة على اليمين وقطعة على اليسار، قطعتين. فبالتالي n تساوي 2، فبالتالي 3n تساوي 6، فبالتالي 6 ناقص 6 يساوي 0. إذا determinant. طب الرياكشن كلهم بيلتقوا بنقطة؟ بكل بساطة شفت عندك رياكشن مومنت معناته خلص ستيبل مباشرة، رياكشن مومنت خلص يعني ممنوع يلف. تمام. هاي برضو كمان أسئلة على الفكرة. في عندي هون fixed support، في عندي هون to reaction، وفي عندي هون internal hinge، عندي هون internal hinge. بالتالي هذا بكل بساطة بدل ما نفصل خلص بطل نفصل، إحنا بنصير نعد مباشرة. بنحكي في عندي 3 رياكشن من الفيكست، وعندي 2 رياكشن من الانترنال هنج، وعندي 3 رياكشن من الفيكست، و2 رياكشن من الهنج، و2 رياكشن من البن. هذول بيساووا كم؟ 7. والان كم قطعة عندي؟ 2. ليش؟ قطعتين. ف 3n تساوي 6، 7 ناقص 6 يساوي 1، معناته indeterminant first order. طيب معها هيك. طيب. طيب هو فصلها وهاي انا خلص ما فيش داعي افصل. هاي indeterminant to first order degree. طيب اللي بعده بنفس الطريقه. في عندي fixed يعني خلص مباشره fixed 3 reaction، عندي بن 2 reaction، وعندي بنين جوا يعني 4 reaction، او خلينا نكتبها زائد 2 زائد 2 ويساوي 3 و6 9. الان كم قطعه عندي؟ عندي قطعه هاي وعندي قطعة هاي وعندي قطعة هاي. فبالتالي عندي 3n تساوي 3. ف 3n تساوي 9، 9 ناقص 9 تساوي 0، معناته statically determinant. طيب اللي بعده بنفس الفكرة، هترجعوا فيديوهات الدكتور تلاقيهم يعني ما في داعي اشرحهم، خلص عادي افصل وامشي. هذا كولر، هذا يعني ما بلف، بلف قصدي بلف لانه في نقطة هون، نقطة مش موجودة بيكون في رياكشن مومنت، لو فيش نقطة هون في رياكشن مومنت بتفصل بشكل طبيعي. طيب شلون راح يفصل؟ دائما لما تخلص الى هذا الشابتر بيكون هيك، ما في حل، الحل بعدين. راح نشوف الكويز هسه بعد ما نشرح الموضوع اللي ظل، ونشوف الكويز. عن الزون ضايله دقيقه وبفصل، ارجعوا على نفس الرابط، يعطيكم العافيه نفس الرابط.